الصورة الذهنية عندكم في لبنان عن مصر في الفترة الأخيرة بقت عاملة إزاي؟ رح أقلك على شغلة. بس هي مصر مثلها مثل أي دولة عربية بتتعرض لضغوط في الوقت الحالي أو في الآونة الأخيرة. مثل ما بنقول الربيع العربي أصاب كل الدول العربية ومن ضمنهم حنقول لبنان، ولكن لبنان من وقت طويل كانت تشبعت بهالمواضيع وخصوصا من قبل داعش. وتعرف مش انتوا هنا هلا بتقولوا داعش، ولكن هي حزب الله المتمثل في عناصر اخرى كتير منبعثه، منها واخرها كان تنظيمات داعش. ولكن بدي اقول لك الكل بيعرف انه الاعلام عم بيضخم اشياء كتير، وللاسف بما اني اعلاميه فمن هون بناضل وبقول انه لابد انه يكون الاعلام كتير كتير امين وكتير يعني مهتم ومعني انه هو لا ينقل الا الصوره الحقيقيه الموجوده على ارض الواقع. لا، احنا عندنا صوره واضحه ان مصر بلد امن، ومصر بالدليل انا موجوده عندكم بعمل شغل وبتحرك وبروح وبيجي، وبلد عن جد كتير كتير يعني انا بحب اهلها كلهم عظامه، ورغم بعض السلبيات الموجوده في مثلها مثل اي دوله بالعالم، ولكن هقول لك اني انا سعيده بوجودي معكم. الف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.